وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، يعني انكماش في منطقة أو في اقتصاد منطقة اليورو يرافقه العديد من الإضرابات في العديد من القطاعات الحيوية في الداخل البريطاني، كيف هو حال الاقتصاد الأوروبي إذن؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد الاقتصاد الأوروبي والكثير من اقتصادات العالم تعاني من تداعيات علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. فالمشكلة الاقتصادية الحقيقية أنه خلال فترة كورونا حدث تراجع في معدلات نمو الجهاز الإنتاجي العالمي. مع انتهاء فترة كورونا كان هناك تعطش للاستهلاك، ولم يكن الجهاز الإنتاجي العالمي كافي لتغطية وتلبية احتياجات المواطنين في العالم. كان من المفترض أن يتم تحفيز الاقتصاد وتشجيع الجهاز الإنتاجي على التوسع من أجل تلبية احتياجات المواطنين في العالم، إلا أن ما حدث أن بعض الدول تصورت أنها إذا اتخذت إجراءات تشديد نقدي يمكن أن تحافظ على استقرار اقتصادها وأن تصدر الأزمة إلى غيرها في العالم. تابعنا الفدرالي الأمريكي وكيف أنه تعامل مع تلك المشكلة من خلال محاولته لامتصاص التضخم برفع أسعار الفائدة حتى ولو ترتب عليها انكماش في سبيله إلى أن يصدر التضخم إلى الخارج. الاتحاد الأوروبي أيضا وبريطانيا قاموا بذلك. بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي بنفس الفلسفة، أنها تريد أن تنجو بعيد منفردة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي. كل هذه الأمور الوقت أثبت بعدم صحتها، وأن عملية التشديد النقدي ترتب عليها أن الشركات لم تعد قادرة على التوسع. عدم قدرة الشركات على التوسع أدى إلى ارتفاع نسب البطالة. عدم قدرة الشركات على رفع الرواتب بدأ الأمر ينعكس على الحكومات. بنتابع أن الحكومات وقدرتها على الحصول على ضرائب والحصول على تمويل تراجعت مع تراجع النشاط الاقتصادي. لم تعد الحكومات قادرة على رفع الرواتب. بدأنا نتابع الاضطرابات، ولكن هناك العديد من الأزمات المتتالية ربما التي لم تمهل دول العالم الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات اقتصادية صحيحة. يعني بعد أزمة كورونا ربما وهي لم تنتهي بعد، دخلنا في الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. حتى تداعيات كورونا، حتى الأزمة الأوكرانية ذاتها التعامل معها تعامل بيتعارض مع آليات الاقتصاد. فالاقتصاد في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية بيعتمد على الحرية الاقتصادية المطلقة. الحرية الاقتصادية تتعارض مع فلسفة العقوبات. أوروبا عندما قررت العقوبات على روسيا التي تحصل منها على الطاقة بأسعار عادلة والمواد الخام بأسعار عادلة، كانت تدرك تماما أنها ستعاني من صعوبة حصولها على الطاقة والمواد الخام التي تقوم بتصنيعها بأسعار عادلة. فكان من المهم البحث عن آليات، ولابد من دراسة تبعات العقوبات التي تم تقريرها على روسيا والتي انعكست بالسلب على السوق الأوروبية. نحن أمام اقتصاد بيزعم الجميع أنه اقتصاد حرا قائم على مبادئ النيوليبرالية التي لا تعرف فكرة القيود. أما الآن فإن هذا الاقتصاد وهذا النموذج مكبل بالقيود. يعني حضرتك شايف أنه العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أضرت بدول الاتحاد الأوروبي ولم تفيده؟ بالتأكيد أضرت بدول الاتحاد الأوروبي والعالم بالكامل، لأن هذه العقوبات ترتب عليها ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ارتفاع كبير في أسعار الغذاء، وهو ما أثر على الاتحاد الأوروبي وأثر أيضا على قدرة شركاء الاتحاد الأوروبي في العالم في أنهم قادرين على استيراد المواد التي يصنعها الاتحاد الأوروبي. أصبحت أولوية الحصول على الغذاء في كل دول العالم مبدعة على الحصول على المنتجات التي تصنعها دول الاتحاد الأوروبي، وهي دول بتعتمد على الصناعة في الأساس. وما هو الحل من وجهة نظرك دكتور وليد؟
لا يوجد حل اقتصادي. الحل لابد من تهدئة الصراعات الجيوسياسية، لابد من التعاون، لابد من الوصول إلى تنظيم عادل للاقتصاد العالمي والنظر إلى الاقتصاد العالمي وتطوره المستقبلي بصورة عادلة، وأن الجميع هم شركاء في الأزمة وشركاء في النجاح، وأن يكون هناك منظومة قائمة على العدالة. لابد أن يتحد الجميع بأن يستهدفوا أسعار طاقة عادلة، أسعار غذاء عادل، حتى تكون القوة الشرائية للمستهلكين في كل أنحاء العالم قادرة على شراء السلع الأساسية وسلع الرفاهية. فسلع الرفاهية مهمة بنفس أهمية السلع الأساسية، لأنها هي بتخلق فرص عمل، بتحفز النشاط الاقتصادي. الجميع مطالب بالتعاون والبعد عن الصراعات الجيوسياسية التي أصبحت عبئا على النظام الاقتصادي الحالي. طيب إذا ما تحولنا بحضرتك إلى الاقتصاد الأمريكي، هل سيقود إضراب نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي الأمريكي؟ بالتأكيد هناك الاقتصاد الأمريكي، الاضطرابات المتوقعة والتي تتم هي عبء على الاقتصاد، ولكني أتصور أن الأكثر عبئا على الاقتصاد الأمريكي هو معدلات الفائدة المرتفعة التي لا تسمح لشركات الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على تمويل يجعلها قادرة على الربح، سواء في مجال توسعات أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها. الولايات المتحدة التي ترغب في أن يكون لها تأثير في إفريقيا وتأثير في كل دول العالم، هذا التأثير يتم من خلال الشركات، والشركات تحصل على تمويل، وهذا التمويل من الصعب جدا أن يتم توفيره في ظل أسعار الفائدة الحالية، والتي يتجه الفيدرالي الأمريكي حتى وإن قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، إلا أنه لم يصدر بيانات تؤكد على أنه في سبيله للتراجع، وهي مثبتة على درجة عالية بالفعل. بالتأكيد هي على درجة عالية ولا تصلح لأن يتم البناء عليها، وأن تحصل الشركات الكبرى على تمويل كبير يساعدها على زيادة النشاط الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل التي هي الضمانة الأساسية لتحريك الاقتصاد ولخلق معدلات نمو. وبالتالي عدم تحقيق أي أرباح يكون عائق أمام سداد أجور العاملين. بالتأكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي على هذه الإضاءات.